اهلا وسهلا خوت، كيف حالكم؟ لاباس عليكم؟ اليوم ان شاء الله واحد لقيطه، ماشي فيديو في يوتيوب على فيسبوك ولا شي. المهم غادي نصاوبو عزايزه الخوت. هاو شمرت عزايز ديال الخوت، بغينا نشرملوه وناكلوه ونصيبوه، زوين في هذا الوقت البرد. المهم الجلده ضروري خاصها تبقى من بعد ما نلعصها. ها هي والله هما، والله خليكم معنا. خاصه نواصل الدردكه، درناه سلقناه في البرمة او القدرة كنقولوا له حنا القدرة هنا في الصحراء، كنسلقوه بواحد النسبة ديال الماء، هو كيزيد يطلق الماء، كنخليوه حتى كيحاول يوكح شوية، ماشي كيتحرك كيوكح شوية، كنديرو ليه شوية بصيلة مغيشة العطيرية شوية تومة. اوه شوف القشة، بسم الله، شي هي طيبة يا اصدقاء. عزيز على الطريقة المغربية، العصا لمن يعصى، ضروري ما تنساوش ما عمركم ديروا الملحة، خليو الجلدة الزيت الملحة ما ديروهاش، حيت هو مالح من عند الله. مع السلامة، فيديو مقبل ان شاء الله.